في الجيش. فكان مستأجرين ولا لا؟ لا احنا لسه ساكنين يعني. ملككم ولا ملككم ولا؟ لا 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 مستأجرين. مستأجر. من الشيخ مساعد بن خضر الطويرقي. فجلسنا طبعا هناك. بعد كذا اول سنه درسناها في السعوديه انا واخوي اللي اكبر مني شارع هديه اللي في شارع هديه. وبعد كذا فتحوا مدرسه قروه اللي في بيت البوقري. هذا الكلام يمكن عام 80 الهجرية. وأخذونا طابور من المدرسة السعودية على بيت البوقري ولأنهم عملوا مدرسة قروة. اللي ساكنين هناك يروحوا المدرسة اللي هناك اللي في قروة في السلامة انتقلوا لمدرسة قروة. سموها مدرسة قروة. كان مديرها الأستاذ محمد الزمزمي الله يرحمه. وبعدين في والله يا أخي شوف أنا أتذكر حمد الحرقان رحمة الله عليه. كان عندنا بعد كده جانا مدير اسمه ناصر السمحان. هذا ولد والد عبد الله السمحان المهندس اللي كان في المياه اللي في المياه. وراشد عفوا راشد السمحان أبو ناصر, أبو ناصر. أبو ناصر ناصر كان في المياه, المياه. نعم وعبد الله ها معلم كان مدرس كان مدير مدير كان مدير ايوه ام راشد السمحان رحمه الله عليه من اجمل الشخصيات يعني. و تخرجنا منها في تقريبا 87 انتقلنا الى درسنا دار التوحيد المتوسطه والثانويه في مدارس دار التوحيد في نجمه في نجمه نعم. من مديرها كان عبد العزيز الشايع مديرها نعم كان مديرها عبد العزيز الشايع. وكان فيها مجموعه معلمين على مستوى عالي جدا يعني. بن مهدي درسنا عبد الله بن مهد درسنا اللغه الانجليزيه في اولى ثانوي اولى ثانوي ايوه رحمه الله عليه كلهم توفوا يعني. كما تذكر مدرسه دار التوحيد والله دار التوحيد هي طلعت اجيال اجيال لكن هم المدرسين السعوديين كانوا قليل حتى في المتوسطة صح درسنا نعم. أيوة الشاعر مطلق الثبيتي كان معلم لغة عربية كان معلمين طبعا فيه من سوريا ومن مصر كانوا مجموعة معلمين على مستوى عالي جدا فسبحان الله متوسط والثانوي متوسط والثانوي نفس المبنى ولا مبنى ثاني نفس المبنى هو طبعا هي مبنيين واللي لا زال عليه الآن لا زال موجود لا زال المبنى موجود طبعا في ال طبعا فيها مكافأة وفيها كده طبعا فيها مكافأة هي اللي بدأت كان مكافأة الطالب 170 ريال و 170 ريال كانت تعمل شيء كبير يعني بالذات في الأسر محدودة الدخل والبسيطة الناس كلها كانت بسيطة يعني. فبعدها طبعا رحت كلية قوى الأمن الداخلي على طاري دار التوحيد احنا عندنا مكتب نمر دار التوحيد عمي بكر كان مدرس فيها احيانا نمر بالفيديو نوصلنا وفي سندكم فلما نشوف نروح ناخذ المسحب ياكله سندوتشات مفروض احنا ما نقدر جبنا احنا عندنا فلوس اي نعم طبعا عام 92 هجري انتقلنا غلقت توجيهي خلاص غلقت توجيهي من الزملاء كذا تذكر اللي كذا حميمين معاهم؟ والله شوف زملائنا يعني كلهم ان شاء الله حميمين وقريبين لكن من اقرب القريبين اللي هو مساعد العتيبي اللي كان مدير شرطه الطائف زميلي من اولى متوسط العميد محمد الشريف محمد ناصر الشريف العميد عواض الحميدي برضه من زملاء اللي كان معانا في الشرطه مجموعه زملاء بصراحه اخاف انسى احد منهم يعني ويزعلوا منهم. فالى عام 94 تخرجنا من الكليه كلية الملك فهد الامنيه. احنا خلصت ثانوي رحت فين الكليه؟ كليه الملك فهد في الرياض في الرياض كليه الملك فهد الامنيه كم سنه؟ سنتين ثلاث سنوات ثلاث سنوات اي نعم تخرج ملازم عام كم؟ عام 94 تخرجنا. تعينت انا في شرطة ابها. مين كانت كلية؟ مين مديرها؟ مين كذا؟ مديرها محمد علي السحيلي. اللي هو محمد علي السحيلي. معلمينها كذا المشهورين. والله شوف
كان علي الحارثي اللواء، كان شاكر إيلام، مجموعة كبيرة يعني اللي كانوا مدرسين فيها وضباط في الكلية. يعني بصراحة دراسة الكلية كانت صعبة جدا. تلقى الدفعة تروح ويبقى منكم يروحوا، أكيد بطلوا ناس كثير كثير انسحبوا هي من الكلية. فتعينت في شرطة أبها، جلست 6 سنوات تقريبا. 6؟ نعم. من عام؟ حتى من عام 94 إلى عام 1400. عام 1400 نقلت إلى شرطة الطائف. 6 سنوات في أبها؟ اي نعم، نقلت إلى شرطة الطائف. شرطة أبها كان فيه عبد الله الشريف رحمة الله عليه، كان هو المدير الفترة. بعدين جانا عقيد عبد الله بن عثمان المطيري. أيام الأمير خالد. الأمير خالد الفيصل. نعم كان فيه. الأمير خالد الفيصل كان قبلنا بسنتين تعين في أبها. عام 92 تقريبا أو 91 تعين في أبها. بسيطة كانت أبها لسه. كانت أبها بسيطة. كانت أبها عدة أحياء. ولا زالت على طبيعتها والناس على طبيعتهم، من أجمل المدن اللي ممكن يشوفها الإنسان في حياته. أنت 6 سنوات عشتها يعني مش قليلة. إيه طبعا. يعني عشنا 6 سنوات، عرفنا الناس هناك وعرفونا بالضبط. ويعني بالذات الشرطة تخليك تتنقل في كل موقع، يعني الحوادث والعمل والأشياء دي. ف عام 1400 لسه ما في سودة ولا في مثل لسه لا في سودة. سودة بس كانت السودة أجمل. السودة كانت طبيعة خلابة، المياه جارية جميلة جميلة جدا. حتى منطقة المحالة كانت المياه جارية فيها ما شاء الله زي النهر. يعني أنا زرت أبها قريب، يعني الطبيعة اختلفت كثير، يعني إنما لا زالت أبها بجمالها يعني وطبيعتها. طبعا عام 1400 جيت للطائف، شرطة الطائف. اشتغلت في شرطة الطائف. جيت رتبة ملازم أول. ملازم أول ديرا كان مين؟ كان كرني اسمه، لكن كان المساعد حقه عبد الله بن معيط القحطاني. معيط بعضه مسك هو. ايوه مسك بعده. ايوه والمساعد الاخر كان محمد يحيى شيخ. ايه ويحيى الجمل كان المدير. ايوه يحيى الجمل. نعم بس هو ما طول معنا، يمكن سنه بعدين استلم عبد الله بن معيط. واشتغلت في المباحث الجنائيه فتره طويله، يعني تابع للشرطة. تابع للشرطة. إيه طبعا. وبعدين استلمت شرطة السلامة، جلست فيها 7 سنوات تقريبا. كم لكم مدير شرطة السلامة؟ يمكن أو لحد كم؟ والله ممكن من 1407 تقريبا حتى 14. بعدين انتقلت مدير شرطة الشرقية، قسم الشرقية، جلست فيه سنة. وطبعا الفترة هذه أنا كنت كان اهتماماتي بصراحة أخرى، يعني اشتغلت في التجارة. أبها ما اشتغلت؟ أبها بدأت فيها. بدأت من أبها. أيوة بدأت من أبها. أرجع يعني. وأنت طالب الحين في الحارة. أنا طالب في الحارة. أنت الحين أنا أدخلت مثلا كنت تمارس أشياء تجارية؟ كان في أولى ثانوي كان عندي بقالة في قروة. نعم في أولى ثانوي فتحت بقالة صغيرة. أنت لوحدك وأخوانك ولا شيء؟ أنت؟ أيوة. مع الوالد رحمة الله عليه. أيوة. وأنت اللي ماسكها؟ أنا اللي ماسكها. فهذه البقالة صغيرة. جلسنا يمكن 3 سنوات حتى رحت الكلية وكنت أشتغل فيها. بعد كده برضو جلس الوالد استمر فيها. طبعا أنا وصلت يعني لأن التجارة خلاص صارت في دمي يعني. مكسب. أي نعم، لكن بحكم أنك أنت في عمل عسكري من الصعب انك تشتغل الا في العقار، فاشتغلت في ابها في العقار الحمد لله. كوننا راس مال جيد. فلما جيت الطائف برضو بدات في بعض الاعمال. الطائف اي نعم. اي نعم. فتحت محل مجوهرات في السوق، في سوق الخميس. نعم محل ذهب. جلست فتره حتى عام 1415 تقريبا.
قدمت استقالتي. قدمت استقالتي من العمل على اساس اتفرغ لشغلي. نعم. وانت في الدهب؟ وانا في الدهب لسه. الحين اسنان وما صار لسه؟ بدات ديك السنه في الاسنان. لما قدمت في الاسنان بدات في الاسنان بدات في مركز. بعت رتبتك؟ عقيد. عقيد. خدمتك؟ 23 سنه حاجه من زي كذا بس، يعني لاني ما طولت في الشغل يعني فيه. فتحت مستوصف الفيصل لطب الاسنان اللي في شارع الشهر، وبعد كده اللي في شارع الشهر قبل حق شبرا. قبل شبرا اللي هو الفيصل، بعدين فتحت السعودي الحديث اللي في شارع جبل مكه العربيه. ايوه بالضبط شارع شبرا. وبعدين المركز السعودي التخصصي في جده اللي على شارع السبعين قابل عزيز مول. وبعدين ايش اللي خلاك تروح قاله ذهب؟ ايش اللي خلاك تنقز على يعني بعيده هي عن صح؟ هي كلها فصوص تتركب بس هذه فصوص. والله يا اخي شوف، هي ممكن الصدفه مجرد يعني صدفه، وكان حب استطلاع انه فين ممكن الواحد انه بيشتغل. قد يكون سببها الرئيسي ان كان عندي مشاكل في الاسنان وتعرفت على طبيب، و طبعا حليت مشكلة الأسنان، لكن من كلامه خلاني أدخل هذا المجال بصراحة. ودخلت هذا المجال وبدأت فيه، فزي ما أقول لك فتحت الفيصل. مين كان فتحت؟ مين كان فيه أسنان؟ والله ما أتذكر. كان فيه فرعون، له فرع في شارع شبرا فقط. اللي كان فيه شارع شهر الغلايين. اي عياده بس. اي عياده، عياده واحده يعني هو بس. ما كانت مركز يعني. لا مركز. انا لما جيت بدات بالمراكز يعني، حتى اللي كان في عيادات كلها ايه، لكن هذا لا، انا عملت كعيادات كمركز متكامل للاسنان في جميع تخصصاته، يعني في التركيبات، في الزراعه، في التقويم، في اسنان الاطفال، في الجراحة، في اللتة، جميع تخصصات الأسنان اتجهت لها اتجاه كامل. فزي ما بقول لك، لما فتحت الفرعين اللي في الطايف، فتحت الفرع اللي في جدة، وفتحت فرع شارع السبعين مقابل عزيز مول السعودي التخصصي. فرع واحد جديد. فرع واحد أيوة. وفتحت لا زال وفتحت مركز سديم في الحوية اللي على طريق المطار. أسنان وتجميل. يعني احنا دخلنا الآن مجال التجميل. طبعا بعدها سبحان الله الإنسان ما يستقر على شيء معين، يعني هو في السوق. أخذت مكتبة المصيف من الشريف غويزي. هذا عام كم؟ والله يا أخي ممكن عام 20 أو حاجة من زي كذا، أو 22. كانت في العزيزية مكتبة المصيف، عمرها فوق 60 سنة الآن مكتبة المصيف قديمة، وهي طبعا تعتبر أكبر مكتبة في الطائف. طبعا لما عملت المبنى الجديد حق سديم اللي على شارع شبرا والجيش، قعدت في المبنى هذاك سنتين تقريبا، بعدين اشتريت الموقع هذا اللي على شارع شبرا والجيش، وعملت فندق سديم، والدور اللي تحت تقريبا النص عملته مكتبة، دورين زي ما شفت يعني للقرطاسية والأثاث وال. فسبحان الله مشت فينا الحياة بهذا الشكل. عملت قرية سديم في الشفا. كان الشفا ما فيه يعني الشفا، أنا من الناس اللي يحبون الشفا بصراحة. الشفا ما كان فيه محلات ممكن الناس تروح تسكن، كانت بيوت شعبية. شعبية غرفتين وحمام بسيط. عملية صعبة. فجاتني الفكرة إنه ليش أنا ما أعمل قرية سياحية؟ وإنه ممكن الناس لما يجي يلقى له مثلا فيلا، يلقى له شاليه، يلقى محل مخصص فيه، تعمل مثلا منطقة لألعاب الأطفال، تعمل فيها ممرات شيء. حاولت فيها بقدر ما استطيع اني اخلي الطبيعه زي ما هي، ما اشيل فيها. ما تلعب. حتى الاسفلت ما ابغى اسفلت. كان ديك اليوم هدوا خان الملطاني. ايوه. فرحت لهم وطلبتهم الحجر، قلت انا ابغى اشتري. بعد ما هدوا اخذت منهم الحجر. الحجر هذا رصدت فيه الارض
كلها مسار الطريق كله مرصوب بالحجر، الشجر زي ما هو، فلذلك تشوف الطرق فيها يعني حاولت انها حسب الطبيعة تكون الممرات فيها، إلا ما كان يعني معرقل صعب جدا يعني. فالحمد لله استمرت القرية يعني فترة طويلة، والآن لها تطوير جديد إن شاء الله حتشوفه يعني في الصيف هذا حيكون يتغير وضعها، وعمل طبعا فندق سديم، وبدأت الحياة تمشي يعني شوية شوية، دخلنا في مجال العقار، دخلنا في مجال، والآن ما شاء الله الشباب عندي هم اللي مستلمين الشغل، وأنا زي ما أنت شايف يعني أجي المزرعة هنا أجلس وقت فراغي يعني فيها، والحمد لله أمور أصبحت بشكل مريح يعني كثير جدا، الواحد ما يطلب إلا العفو والعافية من الله يعني، والحمد لله على كل حال. أبو فيصل حكم خبرتك التجارية وعشقك الطايب والطايب والوطن كله، وأكيد تقابل ناس يقولوا لا يزال الطايف ينقصه سياحية يعني نعم. يحتاج يعني زي محمد عواد وآخرين يحتاج أكثر نعم. يعني إلى الآن في بعضهم يقولوا ما يعني يحتاج أكثر، إيش يعني إيش اللي يخلي الاستثمار ما يصير في الطائف زي ما هو مطلوب؟ والله شوف هذا موضوع متشعب يعني. الطائف طبعا مصيف المملكة الأول من عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، ثم الملوك من بعده سعود وفيصل وخالد وعبد الله كله يعني، هذا الطائف زي ما تشوف يعني جو لا يعلى عليه، طبيعة ما شاء الله، قريب من الحرمين، قريب من جدة، يعني منطقة استراتيجية بالضبط، من هنا 40 دقيقة وانت في الحرم يعني. فتشوف سبحان الله يعني الطائف يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا يعني، احنا نتمنى إن شاء الله أنه زي ما التفتوا مثلا لأبها الآن وللسودة والمناطق هذه يكون في التفات للطائف، يعني الطائف في مناطق جميلة جدا 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 لا أبالغ، وأنت تعرف هذا الكلام، أجمل من مناطق كثيرة الآن صار فيها توجه يعني، لما تطلع إلى الشفا والخط الدائري لو حق الشفا إلى تنزل من الشفا إلى بني عمر للمناطق دي مناطق جميلة، مناطق بكر طبيعة أجمل من كده ما في يعني تشوف فيها. طبعا يحتاج الطائف بالدرجة الأولى للمواصلات، مواصلات مطار الطائف لابد أنه يكون مطار دولي، هذا بالدرجة الأولى، بعد كده لابد من طريق آخر للطائف غير الهدف برضو من المنطقة الجبلية، مو طريق السيل البعيد يعني، فيه طريق من الممكن أنه يكون من بلاد طويرق إلى وادي نعمان، هذا طريق من السهل أنه يتنفذ، طريق الهدى في الصيف تجد أنه واقف يعني، يجي المصيف يجد أنه من الكور إلى فوق الطريق واقف يعني، لابد من حلول، ولا هي صعبة يعني أنه يكون هناك في طريق آخر. كان بيسوي نفق كانوا بيسووا النفق وما أعرف يعني ليش وقف يعني موضوع النفق، لو تم موضوع النفق أو جات شركة عالمية واستثمرت وفتحت النفق حيحل مشكلة كبيرة جدا، لكن لما تطلع في الصيف تبغى الطائف تجد طريق الهدى واقف من الزحمة، هذه مشكلة يعني. أضف إلى ذلك طبعا الطائف يحتاج إلى بنية تحتية جيدة للسياحة، الهدى الشفا يحتاج إلى إيصال المياه المباشر له يعني، في أشياء يعني بسيطة جدا قد تكون، لكن شوف الآن بصراحة مع الرؤية بدأنا نحس أنه لا بدأ التنوع وبدأ الاستثمار في كل المجالات، وبدأت جميع المدن تأخذ نفس الحظوة في التطوير وفي التوجه إلى السياحة، وهذا المهم يعني، وزارة السياحة الآن بتشجع على المشاريع الجديدة وبتدعم يعني بصراحة شيء جيد. عموما إن شاء الله يعني ربنا أدانا هذا البلد الطيب وهذه الحكومة اللي بتدعمنا، بلدنا خارج منافسة طبعا، لا 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 حرمين عندنا أبداً. بلدنا بحكومتنا بكل شيء كل شيء يعني من فضل الله، إحنا الآن في بلد نحسد عليه بصراحة
يعني بالذات بداية تطبيق الرؤية. الآن أنت شايف يعني فين كنا وفين سرنا. يعني أنا أفرح الآن لما أشوف العاملين معي في الشركات كلهم من الشباب والبنات السعوديين. يعني وعندك يعمل عندي يعني عندنا أعداد كبيرة من الشباب والبنات السعوديين، وهذا شيء يسعدنا يعني لما نشوف أنهم كلهم أبناء الوطن بدأوا يشتغلوا. وإحنا نقول كمان قدام إن شاء الله حنشوف شيء أفضل وأفضل وأفضل. كثير من رجال الأعمال أبو فيصل يقول السعودي ما السعودي. لا 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 لا. أنت السعودي. من تجربتك. شوف أنت أنا 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 أقول لك والله رجل أعمال. نعم. ويهمني الجهتين يعني. نعم. أهمني اقتصاديا ويهمني اجتماعيا. نعم. الشاب السعودي لا يوجد مثيل له في العمل داخل المملكة. يعني إحنا عندنا هنا بدل أنت تجيب أجنبي وبتصرف عليه وبتتعب لا، السعودي موجود والسعودي حريص سواء شباب ولا بنات وعلى سمعته. نعم نعم يعني يعني بتحس بالضبط بالضبط. البعض كان ناشر السمع أنا معني عارف مين يعني أنه لا الشباب السعودي ممكن هو ما بيشتغل. لا بيشتغل الشاب السعودي، يعطيه مرتب كويس ويشتغل. الشاب السعودي عنده طموح، أنه بالعكس هو عارف أن القطاع الخاص يستفيد منه أكثر لأنه هو بيكسب خبرة. يعني بكرة إن شاء الله هو بيكون هو رجل أعمال. رجل أعمال تحت سيارة. نعم هذا الشيء أنه ما يمنع. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله. ولو اكتفينا بكذا ولا خلاص ولا باقي حاجة أبو فيصل؟ الحين أنت في عملك بمسك لك هي واحدة واحدة. أنت إيش اللي خلاك تروح الذهب؟ يعني يا هي كنت بقالة تقول وقعدت في الأراضي هناك. الذهب يعني شغلة يعني يبغى له واحد متخصص حق ذهب. صحيح. يعني صحيح. شغلة مين صحيح. ولا في أحد تقول أبوك كان شغال ولا عمك ولا يعني. صحيح فضح. لا لذلك أنا أعترف أنا ما نجحت ذاك النجاح في المجوهرات والذهب. نعم يعني هو مجال أنا دخلته جديد. كان لي صديق رحمة الله عليه الشيخ محمد عبد الوهاب الصايغ، هذا كان شيخ سن أبوك. نعم في سن الوالد. ايه؟ وكان شيخ أهل الذهب في الطائف. نعم. ورجل خبير رجل تاجر، أنا استفدت منه فكرة تجاري أشياء كثيرة جدا يعني بصراحة. يعني في تعامله في إدارة لتجارته في رغم أنه كان وحيد يعني ما كان معه أحد يعني كان الناس اللي بيشتغلوا عنده يعني. لكن هذا الشخص إنسان محب للخير دعم ناس كثير دعم ناس كثير جدا وهو اللي دعمني يعني هو اللي دعمني خلاني أدخل هذا المجال. ما كان عندي فيها أي خبرة يعني. وفعلا استمر المحل فترة طويلة وأنا كنت ملازمه 7 سنوات. كل يوم كنت عنده كل يوم كنت ملازمه، لو تأخر يتصل علي فين. فسبحان الله يعني الرجل هذاك رحمة الله عليه إنسان يحب الخير يحب يعمل المعروف يحب يعمل شيء لله. كثير من الأسر المحتاجة كانت قائمة على أفعال الخير من هذا الإنسان. فطبعا هو كان خبير في الذهب، أنا ما كنت خبير في الذهب ولا أعرف للذهب، لذلك يمكن ما استمريت فيه 3-4 سنوات اضطريت أني أترك مجال الذهب. لكن انت ذكرتني بعم محمد رحمة الله عليه، دائما يعني نذكره بالخير وندعي له بالرحمة. في موقف كده سلم في واحد كان يشتغل عنده يسوي له الأقمشة حق السيارة يعطي له راتب شهري، أعرف أنا إنه يعطي له راتب ما هو ما محتاج واحد يسوي له بس كده حطه هو عشان خبز. فهو نازل وهو عقله تعبان الآدم يعني. فيسبه يضحك يطالع بيضحك هو يعطي له كل شهر. يعني شوف كيف يسبه هو نازل بالسيارة كده مجنون هو الآدم وهذا يضحك كذا فيه ويعطي. يعني عجيب إنسان الرجل هذا سبحان الله. البيوت أنا جنبه عارفينه من إنسان من أهل الخير. يعني أنا عاصرته في أيام أزمة الكويت احتلال الكويت. فكان يجيه عدد كبير من الأخوة الكويتيين. تعرف الأخوة الكويتيين يعني تركوا الكويت مع الاحتلال هربا بأنفسهم يعني بعوائلهم بأولادهم تركوا كل شيء حياتهم. كل إنسان دخل عليه من الكويتيين كان يقف جنبه ويساعده بكل ما يحتاج. يعني سبحان الله ذاك الإنسان كان يعمل شيء لله. الإنسان يدعي له بالرحمة بصراحة
دائما ندعي له بالرحمه. وانا شخصيا استفدت من فكره التجاري يعني، يعني اشياء كثيره صرت اطبقها على حياتي العمليه يعني. رحمه الله عليه، رحمه الله عليه رحمه واسعه، ذكرتنا فيه. واحنا بخارج من اقصى الشفا اكيد اكيد. أية منافس في الشجاعه والكرم، احنا من برما حرم والنسفين وعلم، احنا سفين وعلم.